بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية 2022، قال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في تصريح خاص لتلفزيون البحرين إن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات اليوم هي أبلغ جواب على محاولات الإساءة للمسيرة الديمقراطية الناجحة في المملكة، مهنئا معالي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بهذا النجاح الكبير. اللي مبين ان هذه يعني كانت محاولات يأس، ولله الحمد تم التعامل معها فورا، واللي نشوفه اليوم من تواجد وحضور هو خير جواب على هذه المحاولات اليأس. ولكن يعني في ظل هالحضور اسمحوا لي اني انا يعني انتهز فرصة اني انا ابارك لسيدي حضرة صاحب الجلال هذا النجاح وهذا الحضور والمشاركة الوطنية اللافتة اللي تعودناها من المواطنين، وشكرا لحضوركم معانا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.